المختار بوصيته للكرار. هذا نص للمختار بوصيته للكرار. يا أصحابي أوصيكم حفظ الثقلين بالكتاب ولفاطمة والحسنين. يا أصحابي أوصيكم حفظ الثقلين بالكتاب ولفاطمة والحسنين. هذا نص للمختار بوصيته للكرار. هذا نص للمختار بوصيته للكرار. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه، لم أنسه مذ قام في محرابه، لم أنسه مذ قام في محرابه وسواه في طيف الكرى يتمتع فانسل يستل ابن ملجم سيفه متخفيا والليل داجن أشفعه وعليه مذ رفع الصفيح كاد من جزع يخر له الصفيح الأمنع والمسلمين تزاحموا في أخذه وعليه قد سلوا السيوف وأشرعوا منعاه جبريل ونادى بالسماء وعليه كادت بالنداء تتقطع اليوم، اليوم أي يوم مر على المسلمين من سنة 41 للهجرة في يوم 21، أي يوم، أي ليال، أي شهر رمضان كان من تلك السنة؟ اليوم أركان الهدى يا قد هدمت، اليوم شمل المسلمين مو
وزعوا اليوم قد قتل ابن عم المصطفى اليوم قد قتل الوصي الآية يا مولاتي يا زينب شلون مصباح هذا اليوم مر على عائلة أمير المؤمنين هذا اليوم شنو حال الحسن شنو حال الحسين شنو حال زينب لم أنسى زينب مذرأة من فيض مفرق الشريف ملفع بجد زيان أبو دمع العين دم سايال وصاحت بصوتي صدع الأجبال يا ريف اليتام يا علي أبويا يا ريف اليتام الميك الأمثال بويا بعيد البلا من الدار تنشال يا لو فارغ مجانك يضيع وداع الإسلام. الإسلام تجسد في شخصين في ذاك العصر، في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وقد فجعت الأمة برسول الله بعد أن اغتيل رسول الله ما مات حتف أنفه. رسول الله سقي السم واستشهد مسموما. اليوم هو ذكرى فاجعة الأمة الإسلامية بمثال الإسلام الثاني، بشخص الإسلام الثاني. اليوم العالم الإسلامي يبكي على الصلاة، اليوم العالم الإسلامي يبكي على الصيام، اليوم العالم الإسلامي ينعى الإسلام نفسه، لأن الإسلام بل الإيمان كما قال النبي برز الإيمان كله. اليوم كل الإيمان صريع على فراشه، اليوم كل الإسلام يحتضر على فراشه. علي بن أبي طالب أرواح العالمين له الفداء، علي بن أبي طالب كان إسلاما في كل مفردة مفردة من مفردات حياته، الصغير منها والكبير، في القضايا البسيطة الصغيرة وفي القضايا الخطيرة الكبيرة العظيمة. علي بن أبي طالب إسلام بلحم ودم يمشي على هذه الأرض، وهذه مفردات حياة علي بن أبي طالب التي ملأت الخافقين دون كل من يريد أن يعرف كيف أن علي بن أبي طالب يمثل الإسلام. علي بن أبي طالب يخرج إلى السوق هو وعبده قنبر، أمير المؤمنين يمشي في السوق ويسلم على أصحاب الدكاكين، إذا رد عليه راد بإمرة المؤمنين لا يشتري منه. الإمام يسلم السلام عليكم، إذا صاحب الدكان قال عليك السلام يا أمير المؤمنين لا يشتري منه. لماذا؟ لأن صاحب الدكان سوف يعطي للإمام بإمرة المؤمنين، الإمام لم يكن يأخذ شيء بإمرة المؤمنين، كان يعطي بإمرة المؤمنين ولا يأخذ. وين اليوم أصحاب المناصب؟ وين اليوم الحكام المسلمين في شرق الأرض وغربها من علي بن أبي طالب؟
أين من يأخذون أكثر مما يعطون؟ إذا كانوا يعطون حقيقة، أين هم من هذا الرجل العظيم؟ ما يشتري من واحد يعرف أمير المؤمنين، خاف ينزل له يخفض له بالسعر لإمرة المؤمنين، يمشي سلام عليكم سلام عليكم إلى أن وصل إلى محل. صاحب ذاك المحل كان قد مضى لحاجة له وترك ابن الشاب مكانه. الإمام سلم، الشاب قال: وعليك السلام يا عم. زين يا عم يعني هذا من يعرف أمير المؤمنين؟ أقبل الإمام واشترى من ذلك المحل ثوبين، ثوب بدرهمين وثوب بدرهم له ولعبده قنبر، ورجعوا. وبالطريق إلى المسجد اختصموا لأن النظريات مختلفة. الإمام يقول لقنبر: خذ الثوب بدرهمين وأنا أخذ الثوب بدرهم. طبعا الثوبين أبو الدرهم وأبو الدرهمين لا قيمة لهما، لأن ذاك اليوم أكو ثياب بعشرة دراهم، أكو ثياب بمئة درهم، أكو طيلسانات بخمسمائة درهم. فلما أكو ثوب قيمته خمسمائة درهم، الثوب اللي قيمته درهمين شنو قيمته؟ نينات بسيطات. الإمام يقول: خذ الثوب بدرهمين، أنا أخذ الثوب بدرهم. قنبر قال: لا يا سيدي، أنت خليفة المسلمين وأنا عبدك، أنا أخذ الثوب بدرهم، أنت الخليفة، أخذ الثوب بدرهمين. الإمام قال: لا، ليس هكذا ينظر إلى الأمر، مو نظريتك صحيحة، أنا أعطيك نظرية، ما عندك يا سيدي؟ قال: قل أن ابن أبي طالب شيخ هرم، أنا شايب، ما حد هواي يباوع لملبسي. وقنبر شاب في مقتبل عمره ينظر إليه الناس، أنت أخذ ثوب أبو درهمين، أنا ألبس ثوب بدرهم. وصلوا إلى المسجد، الرجل رجع إلى دكانه، أهل السوق إجوا لذاك الرجل باركوله، قالوا له: هنيئا لك، مبارك اليوم الإمام، من دون كل محلاتنا إجا المحلك واشترى منك. الإمام اشترى من عندي؟ قالوا له: بلى. إجا ابنه: أمير المؤمنين كان عندنا؟ قال: لا يا أبا. قال: بلى، أخبرني أهل السوق. قال: ولكني لم أرى الدرة. أمير المؤمنين لكن اليوم كان عنده درة تميزة، درة الخلافة، لم أرى معه ما يشير إلى أنه أمير المؤمنين، بل إجانا إنسان بسيط شيخ ويا عابد اشتروا من عندي. قال: ذاك هو أمير المؤمنين. حسب ربحان من الثوبين درهم، أخذ الدرهم وراح للمسجد، جلس بين يدي أمير المؤمنين، قال: سيدي لعنني لعنني الله إن كنت أربح منك، لعنة الله علي إذا أربح هذا الدرهم الذي ربحت. الإمام قال: لا والله، ما اشتريت منك إلا لتربح، أنا كل المحال ما اشتريت لأن كانوا يردوني يبيعون لك أمير المؤمنين، وأنا لا أشتري من يبيع كأمير المؤمنين، اشتريت من محلك لأن ابنك لم يعرفني وأبد. حاول الرجل أن يعطي للإمام الزيادة، الإمام أبى وقال: هذا ربح لك، بارك الله لك فيه. علي بن أبي طالب، هذا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، كان مثال محمد صلى الله عليه وآله في الأمة، وكيف لا، علي بن أبي طالب نفس النبي صلى الله عليه وآله. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. علي نفس النبي بنص القرآن الكريم. أكثر من هذا، في شهر رمضان مرت علينا ذكرى الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وآله عرج به إلى السماء أكثر من 120 مرة، لكن اللي تحدث عنها القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كانت في يوم 17 أو 18 من شهر رمضان. في الإسراء والمعراج، النبي حينما وصل إلى قاب قوسين أو أدنى ذلك المكان، اللي جبرائيل الملك اللي هو سيد الملائكة، القرآن يتحدث عن جبرائيل يقول: رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مطاع ثم أمين. جبرائيل وصل إلى مقام، قال: تقدم يا رسول الله، فإنه مكان لم يطأه أحد قبلك ولن يطأه أحد بعدك.
هناك النبي صلى الله عليه وآله في ذاك المكان، الله عز وجل قال: يا محمد إنك ميت وإنهم لميتون، من خلفت في أمتك؟ أنت الآن عرج بك إلى السماء، من خلفت في أمتك؟ النبي صلى الله عليه وآله قال: يا ربي لقد فتشت في عبادك فلم أجد فيهم أحب وأطوع إليك وإلي من علي بن أبي طالب. فقال الله عز وجل: اعلم يا محمد أنني فتشت عبادي ظهرا عن بطن فلم أجد فيهم أحب وأطوع إلي وإليك من علي بن أبي طالب، فادعه لك يا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وآله: فنظرت إلى الأرض نظرة رأيت كل ما مررت به من السماوات، كل الرحلة رأيتها، ورأيت علي بن أبي طالب في منزلي فدعوته فكان إلى جنبي. ثم هنا خلص حديث المعراج. النبي يحدث علي بن أبي طالب فيما بعد، يقول: يا علي فلم أرى شيئا إلا ورأيته، ولم أسمع شيئا إلا وسمعته. علي بن أبي طالب هو ذاك الذي فوجئ النبي برحلة الإسراء والمعراج. النبي ليلة الإسراء والمعراج عند البراق، هذه المركبة الفضائية الإلهية صنع رب العالمين اللي نقلت بأربع ساعات من ليلة واحدة من مكة إلى المدينة، صلى بالمدينة ثم إلى الكوفة صلى بالكوفة ثم إلى بيت المقدس، صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس، ثم منه إلى السماء. بالسماء الرابعة النبي رأى نور علي بن أبي طالب يصلي بالملائكة جماعة، فاستغرب، قال: حبيبي جبرائيل، ألم أخلف عليا في الأرض؟ علي بن أبي طالب أليس في داري في الأرض؟ كيف سبقني إلى هذا المكان؟ فقال جبرائيل: يا رسول الله ليس بعلي، هذا مو علي بن أبي طالب، إن الملائكة سألوا الله عز وجل قالوا: إلهنا سيدنا فضلت أهل الأرض علينا. فقال الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي يا سكان سماواتي، إن أهل الأرض يبتلون وأنتم لا، أهل الأرض مرض، صحة، فقر، غنى، صعود نزول، تذبذب، الملائكة ما عندهم هكذا شيء، كيف فضلت أهل الأرض عليكم؟ فقالوا: يا ربنا سبحانك فضلتهم علينا بأن جعلت من أهل الأرض علي بن أبي طالب. إحنا ماكو من عندنا علي بن أبي طالب. فخلق الله عز وجل من نور قدرته نور على هيئة علي بن أبي طالب يصلي في الملائكة جماعة إلى يوم القيامة. ولذلك أمير المؤمنين ضرب في محراب مسجد الكوفة، ضرب على رأسه، كيف نادى جبرائيل بنفس اللحظة: تهدمت والله أركان الهدى. بعض الروايات أشارت إلى أن علي حينما ضرب في محراب مسجد الكوفة بان أثر الضرب على ذاك النور في السماء الرابعة، ذاك النور اللي على هيئة علي بن أبي طالب بانت عليه آثار تلك الضربة. فجبرائيل نادى بذلك النداء: قتل ابن عم المصطفى، قتل وصي المصطفى، قتل علي المرتضى. علي بن أبي طالب أكثر، أكبر، أضخم من أن يتحدث عنه في سويعات قلائل. عمر بن الخطاب نفسه في يوم من الأيام جاءه رجل متظلما، واحد جاي يشتكي على علي بن أبي طالب: جئتك أريد أن أخاصم علي. فقال: ولم تخاصم علي؟ قال: لأنه ضربني ضربا موجعا. فقال: ولم ضربك؟ قال: رآني أتجسس على بيت من بيوتات المسلمين. عمر قال كلمتين: الكلمة الأولى قال: اذهب لقد رأتك عين الله وضربتك يد الله. علي عين الله الناظرة في خلقه.
وعلي أيضا يد الله المبسوطة في خلقه. ثم قال كلمة ثانية المرة، مو قالها لهذا الرجل، قال لكل من في ذلك المجلس، قال اعلموا بأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو أن ما في الأرض من أشجار أقلام والسماوات والأرض قرطاس والبحر يمده سبعة أبحر مداد والملائكة والإنس والجن كتاب لما استطاعوا أن يحصوا فضائل علي بن أبي طالب. هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، علي بن أبي طالب لا تستطيع الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا أحد أن يحصوا فضائله صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه الإسلام لا يحصى، الإسلام لا يمكن أن يدرك. وعلي بن أبي طالب كان في كل مفردات حياته إسلاما، ولذلك لا تحصى فضائله. علي بن أبي طالب صاحب هذه الفجيعة اليوم، علي بن أبي طالب هو الإخلاص في كل مفردات حياته، الإخلاص في الصلاة، الإخلاص في الصدقة، الإخلاص في كل شيء، حتى أعطته السماء تلك المقامات التي سلبت أولي الألباب ألبابهم. الشافعي أسطول من أساطين علماء المسلمين، كبير من كبراء علماء المسلمين، إمام المذهب الشافعي، يقف أمام موقف من مواقف حياة علي بن أبي طالب. كل حياة علي بن أبي طالب عظيمة، الشافعي موقف واحد يقف أمامه، يقف مذهولا لا يعي ما يقول، موقف علي بن أبي طالب وصعود على منكبي النبي. علي بن أبي طالب جاء مع النبي صلى الله عليه وآله في عام فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح، أي مهمة السورة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اقروها بالصلاة، من قرأ سورة الفتح في الصلاة نصره الله عز وجل على أعدائه. وإحنا ما شاء الله أعدائنا كثر يا أخوة، تقرؤون دعاء الافتتاح، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وكثرة عدونا وتظاهر الزمان علينا. عدونا كثير، ليش عدونا كثير؟ لأن دائما الحق أعداء كثر وأنصار أقلة. علي بن أبي طالب كان أنصاره قلائل، لأنه كما قال النبي علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. علي حق، أنصار قلائل، كل من يوالي علي، كل من يكون على هذا الحق يكون أعداء كثر. ولذلك اقرأوا سورة إذا جاء نصر الله والفتح حتى ينصرنا الله عز وجل على أعداء آل البيت، على أعداء علي بن أبي طالب. بعد واقرأوها خارج الصلاة، لأنه من قرأ سورة إذا جاء نصر الله والفتح في خارج الصلاة جعله الله، أعطاه الله عز وجل ثواب من حضر مع رسول الله في فتح مكة. اللي حضروا في فتح مكة لهم ثواب عظيم، لهم أجر. الباري عز وجل يقول اقرأوا سورة الفتح، الله يعطيكم هذا الأجر، وخصوصا في شهر رمضان، من تلا منكم فيه آية كان له كأجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. يوم الفتح، عام الفتح، النبي دخل إلى مكة، وصل إلى المسجد، المسجد كان مقفل موصد، مفتاحه عند أحد المشركين. النبي قال يا علي ائتنا بالمفتاح. جاء الإمام إلى ساجن الكعبة، إلى ساجن المسجد، قال إن رسول الله يريد أن يصلي في المسجد فأعطنا المفاتيح. الساجن كان بعد ما مسلم، مشرك، قال يا علي لو كنت أعلم أنه رسول الله لأعطيتك المفاتيح، ولكني لا أشهد برسالته، أنا ما مؤمن بمحمد، ما أعترف محمد نبي. فلوى الإمام ذراعه وأخذ المفتاح منه عنوة وفتح المسجد. تفضل يا رسول الله. مفروض إذا أكو جمهرة في مكان والمكان مغلق ويراد الدخول
ومن ضمن المنتظرين محمد صلى الله عليه وآله، من يدخل أولا؟ النبي. تفضل يا رسول الله. فقال: لا يا علي، أنت أمامي وحامل لوائي في الدنيا وفي الآخرة. دخل علي بن أبي طالب يحطم الأصنام صنما تلو الآخر. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب قطع على نفسه وعدا. هذا الوعد قطع يوم 13 رجب حينما ولد في البيت، وعد البيت مهد علي بن أبي طالب الأول، وعده أن يطهره من فكر المشركين، من أفعال المشركين، من الأصنام التي كانوا يعبدونها. هكذا يقول الشاعر: لما دعاك الله قدما لأن تولد في البيت، فلبيته جزيته بين قريش بأن طهرت من أصنامهم بيته. علي صار يحطم الأصنام، حطم جميع الأصنام في المسجد، لم يبق إلا أكبر الأصنام، إلا هبل، اللاتي، العزة، على متن الكعبة، أعظم الأصنام، أكبر الأصنام. النبي قال: يا علي، إن في نفسي أن أحطم أنا هذه الأصنام، اترك لتحطيم آلهة المشركين الكبرى لي. فضل يا رسول الله، اجلس يا علي. جلس. صعد النبي على منكبي أمير المؤمنين على اجتافه. قم يا علي. وإذا بعلي يتتعتع لا يتمكن. عييت يا علي؟ قال: ثقل النبوة يا رسول الله، ثقل النبوة. علي قال: إعباب خيبر، لم يعجز عن حمل النبي، لكن ثقل النبوة. نزل النبي وقال: اصعد يا علي على منكبي. قال: لا أستطيع. من عند جرأة يخلي أقدامه في موضع وضع الرحمن يده؟ منه؟ من الذي يضع قدمه على كتف النبي محمد صلى الله عليه وآله، أشرف الخلق على الإطلاق؟ محمد صلى الله عليه وآله أقرب الخلق إلى الله. من يتجرأ يحط رجله على كتف النبي؟ لا أستطيع يا رسول الله. قال: يا علي، هكذا أمرني ربي. صعد الإمام على منكبي النبي وحمله النبي. قام النبي: ما تشعر يا علي؟ قال: أشعر أني لو أردت أن أنال الثريا لنلتها. إذا أريد الآن أنال الثريا لنلتها. صار علي يحطم الأصنام وهو يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذا الموقف، موقف صعود علي على كتف النبي، ما تحمله الشافعي. الشافعي يقول: ماذا أقول بمن حطت له قدم في موضع وضع الرحمن يمناه؟ إن قلت ذا بشر فالعقل يمنعني، وأتق الله من قولي هو الله. يموت الشافعي وليس يدري علي ربه أم ربه الله. هذا علي. علي سلب أولي الألباب ألبابهم. جورج جرداب الكاتب اللبناني المسيحي، مسيحي ولكنه يتحدث عن علي، يكتب عن علي، ينشر مقالات ينشر عن علي. في أحد الأيام أحرج، قيل له: ما أنت وعلي؟ أنت رجل مسيحي، علي إمام المسلمين، ما أنت وعلي؟ فقال لهم: إن علي بن أبي طالب في حياتي كالملح في الطعام. جورج جرداغ المسيحي يقول: حياة جورج بلا علي بن أبي طالب بلا طعم. وألف موسوعته الكبيرة: علي صوت العدالة الإنسانية. أول كلمة كتبها جورج جرداغ في موسوعته: علي لا لقوم ولا لدين، علي للناس أجمعين. علي مو للعرب، علي مو للشيعة، علي مو للمسلمين، علي للناس أجمعين. كل العقلاء في العالم اليوم ينعون علي بن أبي طالب. كل منصف اليوم في العالم يبكي دما على علي بن أبي طالب، لأن اليوم العدل فقد، العدالة اليوم تغيب تحت الثرى. وأي عدالة؟ تلك العدالة اللي تجعل أعداء علي بن أبي طالب، غاصبي حق علي بن أبي طالب، يقولون تلك المقالات.
العدالة التي جاء بها علي جعلت أبو بكر بن أبي قحافة يقول: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. العدالة التي جعلت عمر بن الخطاب يقول: لولا علي لهلك عمر. هذا العدل اليوم يدفن. رحمة المساكين والأيتام اليوم تدفن. علي بن أبي طالب الصائم اللي يعطي رغيف إفطاره للمسكين ثم يعطيه لليتيم ثم يعطيه للأسير، هذا اللي يدفن اليوم. هذا الكرم، هذا السخاء، هذه الرحمة اليوم تدفن. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اليوم تغيب هذه الرحمة وهذه الشفقة والرأفة. علي بن أبي طالب اللي كان يجلس الأيتام على فخذه يمسح على رؤوسهم: ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر قد مات والدهم، من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. من اليوم يمسح على أيتام علي بن أبي طالب؟ علي الذي يترحم على أيتام الناس، من يترحم على أيتامه هذا اليوم؟ علي بن أبي طالب اللي في سنة 41 للهجرة كان يرتقي على المنبر في كل يوم من أيام شهر رمضان ويقول: متى ينبعث أشقاها، فيخضب هذه من هذا، ويشير إلى كريمته وإلى رأسه. كان يصعد على المنبر في تلك السنة ويقول: تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما بروا وما ظفروا. يجلس ليوزع العطاء على المسلمين، تأتي جماعة، هو عبد الله بن أبي رافعة، تأتي جماعة من المسلمين يستلمون رواتبهم عطاءهم. الإمام يقول: يا ابن أبي رافعة، يا ابن أبي رافعة. عبد الله مطرق يعد الأموال، رفع رأسه: لبيك سيدي. قال: انظر إلى تلك الجماعة. شوف دول الجماعة اجوا دخلوا إلى المسجد. قال: ما فيهم يا سيدي؟ قال: إن في هذه الجماعة قاتلي. عبد الله بن أبي رافع توثب، تهيأ يقتل هذا الرجل الذي سوف يكون قاتل الإمام. الإمام قال: على رسلك يا ابن أبي رافع، لا يجوز القصاص قبل الجناية. والإمام صار يردد: الجماعة إجوا يمه. الإمام صار يردد: أريد حباءه، أريد أنطيه، أريد أكرمه، أريد أعطيه من أموالي الخاصة، أريد حباءه ويريد قتلي، فأترك ما أريد لما يريد. بلى أمير المؤمنين ليلة 19 فعلها هذا اللعين المجرم. الإمام مر به وهو نائم على وجهه، قال له: يا هذا لا تنم هكذا نومة يبغضها الله، نم على يمينك فإنها نومة الحكماء، نم على يسارك فإنها نومة الأولياء، نم على قفاك فإنها نومة الأنبياء. يا هذا إنك تخفي تحت ردائك ما تتفطر السماوات والأرض منه، إنك مقبل على ما تتفطر منه السماوات والأرض، ولو شئت لأخبرتك بما تخفي تحت ردائك. عممه بالسيف على أم راسه، صاح الإمام: بسم الله وبالله وعلى ملة أخي وحبيبي رسول الله، فزت ورب الكعبة، لا يفوتنكم ابن اليهودية، قتلني الرجل تصواب حيدر بسيف بن ملجم، وقع ودفى يا المحراب بالدم، وقع والعرش قام يموج بسماع علي جبريل ناحو قام ينعى، تخضب على الكرار بدمع، ولجل الكون كل انرجل وظلم،
جبرائيل صار ينادي ذاك اليوم رفعت الحجوب كل أهل الكوفة سمعوا النداء تهدمت والله أركان الهدى انفصمت والله العروة الوثقى قتل يا ابن عم المصطفى قتلت قلت قيا وقتله أشقى الأشقيا هبت ريح سوداء اصطكت أبواب المسجد يقول أحد الأشخاص حذيفة النخعي يقول كنت نائما فأيقظتني زوجتي قالت حذيفة نائم أنت وقد قتل أمير المؤمنين قلت فض الله فاكي من يقتل الإمام من يقتل أبي الأرامل والأيتام والمساكين بينما أنا أكلمها وإذا بيسمع تهدمت والله أركان الهدى قتل أتقى الأتقياء يقول أخذت سيفي وخرجت والناس تهرع إلى المسجد رأيت اللعين ابن ملجم وعيناه قطارة خائفا مرعوبا قلت له يا هذا سمعت ما سمعت أنا قال ما سمعت قلت سمعت قائلا يقول قتل أتقى الأتقياء قتل وصي المصطفى قتل علي المرتضى قال لا لم أسمع فقلت له إذن امضي معي لنرى حال أمير المؤمنين قال روح نتأكد من الخبر قال لا إن عندي شغلا في الحيرة قلت له ويحك شغلك أهم أم أمير المؤمنين لعلك قاتل مولاي أراد أن يقول لا فقال نعم فعاجلته بالسيف ضربته على ساقه أخرج سيفه وإذا به يقطر دما من رأس أمير المؤمنين ألقيت بنفسي عليه وصحت يا أهل السكة أيها الناس هذا قاتل أمير المؤمنين أوثقناه كتافا وجئنا به هذا الحديث يحدث حذيفة للإمام الحسن لما أنهى حديثه أمير المؤمنين فتح عينيه الإمام قال أب هذا عدو الله قد جيء به الإمام نظر إليه قال يا ابن ملجم ألم أكن بك رؤوفا رحيما ألم تكن علي عيالا ألم تكن مثل عيالي ألم أرأف بك ألم أرحمك لما فعلتها قال يا علي أنت تنقذ من في النار الإمام التفت قال بني حسن رفقا بأسيركم اسقوه مما تشربون أطعموه مما تأكلون ثم قال الإمام احملوني إلى مصلاي بداري حمل على الأعناق بأك وبأك باكي لاطم ولاطمة خرجوا من المسجد مشوا خطوات الإمام قال بني حسن مر الناس أن ينزلوني فليتفرق الناس أمروهم بالتفرق سندوا لي سندوا له محمد قال أبه لماذا لا تجعل الناس يشيعوك إلى الدار قال بني إنك لا ترى ما أرى أكو موقف لازم من شوفوا الناس ما الموقف قال تلك أختك الحوراء زينب خلف الباب زينب سمعتهم تهدمت والله أركان الهدى تقول أنا نايمة يا أنا نايمة وبحلوة النوم أولى النيل منا يا يصيح جلثوم وبوج طبر والراس مزموم واقفة خلف الباب شاف الذولة منه إجاو هذا أخوي الحسن هذا الحسين هذا العباس لكن منه هذا المعصب بعصابه صدت وصاحت يا المجبلين الشايلين وياكم مني أنا اسمع هضم وصياح صوبياً أخاف إن كتل عادي طيبي لما ينسمع الحسن وحسين نادوا يا زينب زيد لونين
يا نبونا نطبر والرايا يا نصين. الإمام في آخر ليلة، الليلة الأخيرة ليلة العشرين، جابوا للحكيم أثير السكوني، أمهر حكماء جراحي الكوفة، أخذ رئة شاة حارة أدخلها في جرح الإمام، نفخ في عرق منها. الناس تنتظر، البيت بيت أمير المؤمنين مليان ناس، الشارع الناس كلها تنتظر ماذا يقول الحكيم، ماذا سيقول ابن الأثير عن أمير المؤمنين. ابن الأثير لم يتكلم، كأنه خرسه، أخرج العرق، جرت دموعه على خده. الناس أيها الأثير أيها الحكيم أخبرنا، لم يتكلم. بعضهم رفع الصوت قال يا سكوني ما حال أمير المؤمنين، ما أجاب. جاء الإمام الحسن قال له يا أثير أخبرني، قال سيدي أحسن الله لك العزاء، عظم الله لك الأجر. ثم التفت إلى أمير المؤمنين قال سيدي أعهد بعهدتك، أوصي بوصيتك، فإن السم قد مضى إلى دماغك. الناس ضجوا بالبكاء والعويل، عائلة الإمام أيضا بكين، وزينب صاحت من منادي لي على الحسين، من منادي لي على الحسين. أخبر الإمام الحسين، جاء إلى الخباء، دخل، قالت أخي ما لي أرى الناس في بكاء وعويل. فجأة بعد أن دخل الطبيب ضج الناس، ما الخبر؟ أخبرني أبو علي خويا، ما الذي جرى؟ ما هي الأخبار؟ الإمام قال زينب زينب تصبري أخي، حاولي أداد قل يا حسين يا حسين نجدك عن ولينا. الله، هذا حالنا كلنا اليوم. ها زينب جاي تحكي بلسانكم كلكم، منو من عندكم اليوم ما يريد يعرف شنو الحالة؟ كلنا أبناء أمير المؤمنين، كلنا مفجوعين اليوم بأمير المؤمنين. اليوم أبونا جميعا يشيع يقبر، عزانا مشترك اليوم، يا زينب يا حسين يا حسن يا سادتنا، احنا وياكم بالعزاء، والله قلوبنا مقروحة لأجل أمير المؤمنين كمثلكم. زينب تلتفت للحسين، يا حسين أنا نجدك عن ولينا عن ولينا، يا شو والدي بطل ونينا، يا للها يا للها زينب يا حزينة، يا ترى والدي راح من دينا، يا ترى والدي راح. قالت أخي فليخرج الناس. إذن الإمام أوصى الناس ببعض وصاياه، ثم خرجوا جميعا. إجت عائلة أمير المؤمنين، زينب سقطت على أمير المؤمنين. أبا صحيح ما سمعت؟ يا نور عيني أنت مفارقنا، هذا الجرح ما منه شفاء. مثل ما قال هذا الطبيب أثير السكوني، الإمام قال بني زينب تصبري تعزي، يريد يخبرها غلبه الوجع، أغمي عليه. اليوم إمامنا أمير المؤمنين وصل السم إلى قدميه فانتفختا، ازرق جسم الإمام، كان الوجع يغلب عليه، يفيق ساعة يغمى عليه أخرى، الإمام أغمي عليه، أفاق، شاف زينب عند راسه تمسح على راس أبوها أمير المؤمنين.
قال زينب بنيه هؤلاء الأنبياء قد رأيتهم الساعة، هذا جدك رسول الله، هذا جدك أبو طالب، هذا عمي الحمزة، وهم يقولون يا علي العجل العجل الوحى الوحى، يا علي إن ما عند الله خير لك من ما عندك. محمد جدك كان يقول يا علي لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. بعد وحدة هم موجودة، أمير المؤمنين ما قالها بس يقينا موجودة، فاطمة الزهراء أم الضلع المكسور، جاية وإيد على ضلعها وإيد على عينه تنادي يا علي لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. زينب صرخت نظرت إلى أمير المؤمنين، يا أبوه العيد لو بين هلاله، كل بيات تتباشر أطفاله، يا بياتك يا أبو زينب شحاله، يا تجي للبكي والنايا، يا حشالي. الإمام نظر في الوجوه قال بني حسن مالي لا أرى العباس، وين أبو فاضل؟ الإمام هاي حالة الليل، العباس وين؟ قيل هو جالس في آخر الدار حاسر الرأس، رأسه بين ركبتيه، قال علي به. اجا أبو فاضل دموع جارية يلطم على رأسه، جثى لبيك أبا لبيك يا أمير المؤمنين، يدك يدك عباس. أخذ بيده وضعها بيد زينب، قال عباس هذه وديعتي عندك، بزينب أوصل مظلوم يا أخوتها لا تنسوها، زينب عزيزة يا حسين ومخدرة تدروها، وانفجعت بهذا الليل عن الأبو نحوها، وبعين صدن العباس بوصيت لا تنسوها. بعد أمير المؤمنين أغمي عليه ثانية، أفاق إفاقه وهو يقول وعليكم السلام يا رسول ربي، عليكم السلام يا رسول ربي، رفقا بي رفقا بي. عرق جبين أمير المؤمنين، زينب صارت تمسح العرق، أبه أراك عرق جبينك؟ قال بني زينب أخبرني حبيبي رسول الله، قال إن المؤمن إذا اقترب منه الموت عرق جبينه، سكن أنينه. ثم نظر بعيون أهل بيته بعد أن أوصاهم بإمامة الإمام الحسن وبطاعة الحسن والحسين، وأوصى الإمام الحسن خاصة بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، صلاة الميت على أمير المؤمنين بست تكبيرات، قال واعلم يا بني أنها لا تحل لأحد بعدي إلا رجل من صلبي في آخر الزمان. سيدي يا حجة الله، ذول شيعتك اليوم قاعدين بهذا المكان يعزوك بجدك أمير المؤمنين، يا مولاي يا حجة الله يا ابن الحسين أحسن الله لك العزايا. نظرة يا سيدي منك إلينا رحيمة، نظرة لهذا المجلس كريمة منكم يا آل محمد نستكمل بها الكرامة. أمير المؤمنين بعد أن وزع النظرات على العيون قال الله خليفتي عليكم، أستودعكم الله، ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل،
مدد رجلاه. وينكم أولاد علي؟ وينكم شيعة علي؟ عمي خطار إذا يجي عندنا يومين يودعنا نحزن على فراقه، شلون بشفيعنا دنيا وآخرة؟ شلون بإمامنا دنيا وآخرة؟ مدد رجلاه أسبل يداه أغمض عيناه فاضت روحه الطاهرة. رحم الله من ينادي أيوا إماما أيوا عليا، بعد صيح وابته ودعت الله يا ابونا ودعت الله يا امير المؤمنين وابته وعليا. سقطت على الإمام الحسن الحسين، الإمام الحسن أخرج ليخبر الناس بأن أمير المؤمنين قد فاضت روحه. ماذا وجد؟ وجد بأن الأيتام والأرامل على الباب بأيديهم اللبن، جايبين لأبوهم لبن. عليك القاصدة تنشد وليتام، مش نقلهم ضعت وخلافه. إن وليت يا عساه العيد لا بين وليتام ولا فقدك يا ابو نشايا يا الرزية. الإمام الحسن قام بتجهيز أمير المؤمنين، غسله وكفنه صلى عليه وضع في نعشه. أخرج النعش زينب، زينب تعالوا نشارك زينب بتشيع أمير المؤمنين، تعالوا نساعد الإمام الحسن بتشيع أمير المؤمنين. أيوا عليا الوداع الوداع يا مولاي، وين ابن عشبونا تريد بيريض يا شيال. شاركوا شاركوا بالنعش، قوموا مشوية النعش، اللي يقدر خليه يمشي ورا النعش. وين ابن عشبونا تريد بيريض يا شيال، مجبل على الناس العيد ليشت يتم أطفاله. ريض والنعش ردة تقول زينب يا شيال يا شيال، نعش أبوي ونا يا شيال، نعش أبوي ونا يرد البنات يود عنا. يا ينوح عليه وينا جبنا زينب بالباب، أمير المؤمنين على النعش، الإمام الحسن خلوا النعش خلوا، جزاكم الله خير، نختم المجلس خلوا على الأرض. وين وين زينب على الباب؟ الإمام الحسن أقبل قال زينب زينب وخي ارجعي إلى الدار وحده. أقول أمير المؤمنين بنعشه أولاده شيعته حول النعش، لكن زينب يوم كربلاء اتمنت تشوف نعش الحسين، بس ما كان نعش بكربلاء، ولذلك نادت أبوها أمير المؤمنين أبوي أبوي علي، هذا حسين هذا حسين بالعراد، قل له حيدر يا أبوه ليش ما جيت الكربلاء وليانا تعني يا تخبرك يا موه يا حرقة والبيت. هذا علي أمير المؤمنين لو
خلقا. بقلوب منكسرة حبرات جارية شيلوا أيديكم بالدعاء. إلهنا سيدنا مولانا بحق آيتك العظمى والنبأ العظيم على اليقين أمير المؤمنين عليك، عجل في فرجي مولانا صاحب الزمان. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، وفقنا لأن نكون ممن يرضيه وممن يدخل السرور على قلبه يا الله. اللهم نحن ضيوفك في بيتك، وضيوفك في شهرك، وضيوف وليك علي بن أبي طالب، فاجعلنا على ولايته في الدنيا، ولا تحرمنا في ولايته يوم تقبض أرواحنا يا رب العالمين. اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين، قيامنا قيام القائمين. لا تخلنا من مشاهد رضيت فيها عن محمد وآل محمد، أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمد وآله، بحقهم ومنزلتهم لديك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا بمصيبتنا بأمير المؤمنين أعظم ما تعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وما أعظم رزيتها في جميع السماوات والأرض. من كان في ماتمنا مريضا أو له مريض، من أوصانا بالدعاء، المرضى المنظورين، ألبس اللهم الجميع ثوب الصحة والشفاء والعافية، عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بغفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، لأمواتكم جميعا ولأموات المؤسسين، أموات شيخنا الأستاذ حفظه الله سدد خطاه، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. هذا نص للمختار بوصيته للكرار، هذا نص للمختار بوصيته للكرار. يا أصحابي أوصيكم حفظ الثقلين بالكتاب ولفاطمة والحسنين، يا أوصيكم حفظ الثقلين بالكتاب ولفاطمة والحسنين. هذا نص للمختار بوصيته للكرار، هذا نص للمختار بوصيته للكرار.